أشكر جميع الحضور من الوزراء مع الوزراء المسؤولين. وضعت مرتاسة وزي هذا بينما شتاء وش يسمى في السعودية هذا التمر؟ ها؟ سكري 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جميع الحضور من الوزراء مع الوزراء المسؤولين الأكاديميين الجميع حقيقة اليوم لبى الدعوة، وهذا يدل على تميز العلاقات السعودية الجزائرية. هي علاقات راسخة وتاريخية إن شاء الله ومتطورة باستمرار وفق تطلعات قيادتي البلدين إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله مزيد من التطور والازدهار لهذه العلاقة الرائعة صراحة ومميزة. شكرا. كيف شفت الجزائر انت؟ الجزائر بلد جميل جدا جدا، أجواءها وشعبها قبل ذلك من جميع النواحي الحمد لله، يعني ما في أي تغيير، يعني كأن الواحد فعلا في بلده الثاني. صحيح.
انتوا الاهم، انتوا الاعلاميين، انتوا. انا مبسوط والله. ان شاء الله ربنا يوفقكم.